لا 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 احنا بصدد واحد المبادره وطنيه اللي طلقنا عليها الاسم ديال القافله الوطنيه التربويه ابتسامه الطفوله ابتسامه وطن، لاعتبار انه المناطق اللي اصابها الزلزال والفجعه الزلزال هي محتاجه لمثل هذه الانشطه، الى جانب انه درنا مجموعه من المبادرات ديال المساعدات الانسانيه والقوافل اللي مشات لمجموعه من المناطق في الاسبوع الاول. الان تحولنا للمرحله الثانيه من الدعم النفسي للاسر والاطفال وهذا اللي كتعلق بهذه القافله، على اعتبار ان هذه المناطق محتاجه في هاد خاصة في هذه الأشهر القادمة المواكبة والمصاحبة النفسية لواحد الفئة أساسية اللي هي الأطفال والشباب واليافعين. احنا القافلة ديالنا غادي تبقى طيلة السنة، هي فيها جوج ديال شقين، الشق الأول كي مرتبط بالجانب الترفيهي والدعم النفسي والمواكبة والمصاحبة، والشق الثاني اللي عنده علاقة بالترافع. الترافع لماذا؟ لانه هذه المناطق ابانت من بعد الفاجعه ديال الزلزال انه يجب اعاده الاعتبار لهذه المناطق، يجب الانتباه للبنيه التحتيه ديال هذه المناطق، يجب كذلك الانتباه بقوه الى السياسات العموميه للشباب والطفوله واليافعين، خاصه في اطار البرنامج ديال الدوله الان اللي كيتم الاعداد ديالو الان من خلال الاحصاء ومن خلال وضع استراتيجيه كيفاش غادي يتعاملوا مع هذه الازمه على المستوى ديال اعاده الاعمار واعاده تاهيل المنطقه. بالتالي عندنا احنا واحد الدور ديال قوه اقتراحيه في هذا الجانب، احنا كنشتغلوا من داخل الجمعيه ومن داخل واحد اللجنه موضوعاتية على الاقتراحات ديالنا وعلى الملف المطلبي ديالنا وعلى المذكرات ديالنا التي سوف نوجهها للدولة لكي تراعي إعادة الاعتبار لهذه المنطقة، لأنه فعلا الزلزال بين بأن هذه المنطقة تحتاج إلى عناية واهتمام، لا من ناحية البنية التحتية لا من ناحية الفضاءات والمؤسسات ديال التنشئة الاجتماعية، الفضاءات ديال الشباب والطفولة، وكذلك الاهتمام إلى البشر، الموارد البشرية اللي كاين في هذه المنطقة. وخصنا ننتبه لأن هذه المناطق لا يجب اعتبارها غير مناطق سياحية، ولكن مناطق سياحية بهذه الحفاظ على الهوية، ولكن يجب الانتباه للإنسان ويجب الانتباه للمكان، وكذلك أننا الشعار ديال العدالة المجالية اللي كان نرفعوه لمدة طويلة يجب أن يتحقق في هذه المناطق. وبالتالي هذا دورنا كحركة ديال المجتمع المدني أن نقدموا واحد المذكرات ترافعية واقتراحات في هذا الجانب إن شاء الله، باش ياخذوها في الاعتبار في البرنامج وفي استراتيجية وفي السياسات العمومية التي سوف تشتغل عليها الدولة إن شاء الله لإنزالها على الأرض الواقع. على ذكر العدالة الاجتماعية، تتشوفوش أنكم أنتم كجمعيات المجتمع المدني أو الجمعيات الوطنية أنتم ما مارستوش العدالة الاجتماعية مع الوليدات، لأنه اشتغالكم نادرا ما كيسيب لي على هذه المناطق القروية والمناطق الجبلية وتتشتغلوا غير في الحواري؟ هي في الحقيقه كاين هذا النقص وضعف هذا الجانب، اعتبار ان الجمعيه الوطنيه كيهتموا بزاف بالحواضر والمدن، ولكن حنا داخل الجمعيه في البنيه والخريطه التنظيميه ديالنا كاين عندنا تواجد وتوسع في التنظيمي على المستوى هذا، وكاين هذه المناطق الجمعيه ديالنا متواجده في هذه المناطق اللي كيشتغلوا مع الاطفال في دور الشباب والمؤسسات. ولكن حنا دابا كناديو للسياسه العامه الكبرى، السياسه العامه الكبرى اللي خص الدوله تنتبه ليها، لانه كاين اشكال هنا، كاين اشكال كبير المنول البنية التحتية المؤسسات. هذا حنا كنشتغلوا، حنا لان الشعار ديالنا والقيم ديالنا هي ديال التطوع، حنا لا يجب ان نقوم مقام الدولة، حنا كنساعدوا وكنساهموا وكنقدموا المطالب ونقدموا المذكرات واقتراحات الدولة اللي خصها تنتبه لهذا الشيء، خاصة في البرنامج وفي الاستراتيجية ديال إعادة تأهيل هذه المناطق.